جمهور من النادي الاسرائيلي موجود وتلعب الاوت لاخواتنا محمد السيد وياخد اوت تاني محسن عبد المسيح لطارق الصاوي 16 تطلع منه بره علاء ضياء عبد الصمد محمود صالح ربيع ياسين جاي له طاهر ابو زيد 9 طاهر ومع حازم 9 وفاول على محمد حازم كابتن تيم الاسماعيلي ده لابس 9 وده لابس 9 ياخدها مجدي عبد الغني ومع طارق الوحش 18 حماده الرومي خلصها مجدي عبد الغني وحسام حسن ومع محسن وياخدها حماده الرومي 4 وترجع تاني لطارق خليل وياخد كورنر طارق خليل طارق خليل تحت 20 سنة بيلعب النهاردة راس حربة باقي النادي الأهلي بيلعب 2 فراودة وكان جاب جول المكسب 3-2 في ماتش الزمالك ولعب الماتشين اللي فاتوا بس مش من أولهم والكورنر هلعبه طاهر أبو زيد 9 طاهر جاي له محمد السيد واللي ما كويس محمد و كورنر تاني كورنر تاني محمد السيد ياخده برضو طاهر ابو زيد لعبها برجله الشمال المره دي لعبها طويله طاهر وابو طالب وتعدي تروح ربيع لما يطلعها لغيط والقماش لما محمود صالح واوف سايد حسام حسن بيغيب النهارده عن النادي الاهلي نجومه الصاعدين شمس حامد وبدر رجب وحماده مرزوق للاصابه وسام عباس القماش لما محمود صالح لعبها حلوه لطارق خليل 12 او طارق اتنقل السنه اللي قبل اللي فاتت للاهلي من بني سويف واتلعبت لعلاء ميهوب احنا عارفين ان اخوه علي خليل نجم نادي الزمالك علاء ورا لضياء عبد الصمد حلوه لمحمد السيد لعيب كويس محمد حسام حسن بالعقل حلوه لمجدي لعلاء عبد الصادق الباك اليمين طالع ورا فراودته علاء وكره عرضيه وتعدي انما ما لحقهاش طارق خليل وطارق الصاوي ياخد اوت طارق 16 سابها لابو طالب العيسوي الباك اليمين الاسماعيلي برضه من شباب الاسماعيليه حازم وربيع واوت للاسماعيلي حسام مدي ابو طالب حازم مجدي طارق حلوه انما يسيبها ابو طالب وياخد اوت فاول اوت حاسب فاول على حازم لانه زائد محمد السيد لمجدي وبيشوط مجدي من بعيد بره مجدي الاهلي والاسماعيلي كان مشوارهم صعب لغايه ما وصلوا النهائي ولما تيجي فرصه هقول لحضراتكم وصلوا ازاي وعلي غيط بيشوط تاني ربيع بيلعب مع حازم خلصها طاهر ابو زيد ومعاه ابو طالب والوحش وياخد اوت طاهر ابو زيد طارق خليل ربيع ياسين ومع طارق الوحش وياخد اوت ربيع ورا لضياء عبد الصمد نمره 5 ضياء لعبها وحش ياخدها الاسماعيلي اوت للاسماعيلي كان في دور 16 الاهلي كسب طنطا 5-0 وادي ابو طالب و
وتاني مدي فاول على حازم محمد حسام، واخد باله قوي محمد حسام من حازم النهارده ولا ايه؟ وضربيه ياسين محمد السيد 15 محمد بيلعب في خط وسط الاهلي، مجدي عبد الغني باين الاهلي بيلعب اربعه في النص بسقوط طاير وماشي محمد، وبيلعبها حسام الاثنين لجوه، وحسام لعلي عبد الصادق مع عماد سليمان نجم الاسماعيلي عماد سليمان، يحطها على عبد الصادق انما محسن عبد المسيح يخلصها، وتاني علاء وبيلعبها علاء عبد الصادق وبيفوت عليها مهوب وبيشوط فاول. اول فرصه للنادي الاهلي بس متطوعه شويه على علاء مهوب ويحطها فوق، انما علاء عبد الصادق عمل فيها شغل كويس. عدى السن السنه دي علاء، عنده 21 سنه، واول ماتشين لعبهم كان مع الزمالك والترسانه في الكاس من اشبال النادي الاهلي، مدرسه الكوره سامع عباس ست رباك الاسماعيلي محسن عبد المسيح حسام حسن يخلصها، انما رفع ايده حسام مدي ضربه حره غير مباشره محسن لطاري الوحش حماده الرومي، انما محمد السيد لمجدي حسام حسن ما هو محمد سيد، هما الاثنين شكل بعض طولهم طول بعض، ومدي فاول حسام على ربيع حمادة الرومي لخالد لماش وكرة عرضية، انما ضياء عبد الصمد يحط دماغه ويطلعها كورنر. ست دقايق من الماتش بادي حلو، وشفنا كرة علاء مهوب وادي كورنر اهو في اول هجمة للاسماعيلي منظمة هيلعبها طارق الساوي 16. كان جاب جول الاسماعيلي الثاني في المقاولين في دور الثمانيه وطارق، انما يطلعها طاهر محمد سيد وترجع لحماده الرومي طارق الوحش طارق الساوي على عبد الصادق وياخد فاول على عبد الصادق. من الفرق الحقيقه اللي بتعجب الناس تيم الاسماعيلي، الاهلي واخد دوري اسماعيلي داخل ثالث السنه دي، وادي علاء مهوب 14 علاء محمود صالح ربيع ياسين تاني علاء مهوب ومع حماده الرومي محمد السيد 15 مجدي عبد الغني 8 بيلعبها لحسام وياخد فاول حسام، محسن عبد المسيح زقه لسه بيرجعها حسام الظاهر هنشوف ماتش كويس، جمهور كبير مالي مدرجات الدرجة الثالثة من الأهلي وفي جمهور من الإسماعيلية، طاهر أبو زيد هو اللي هيشوط وبيلعبها تسقط فوق هو العرضة طاهر أبو زيد 23 سنة طاهر و من اللعيبة المصريين اللي خد الحذاء الذهبي والحذاء الفضي، خد الحذاء الذهبي كهداف بطولة افريقيا كأس الأمم الإفريقية علاء عبد الصادق مجدي علاء علاء مهوب حسام حسن ومع محسن وحسام بيفوت من ناحية اليمين و مدي اوت احمد ابو يوسف بيقول الكرة طلعت بره من حسام. النهارده في اسامي مكررة كتير، علاء عبد الصادق علاء مهوب في النادي الاهلي، في طارق الصاوي طارق الوحش وفي طارق خليل، علي غيط لعلي اغا اسامة عباس حمادة الرومي خط وسط الاسماعيلي ابو طالب خالد لماش طه محمود صالح بيراجعها ضيا خلصها كويس ضيا لمحمد السيد ربيع ياسين ثلاثة يقطعها ابو طالب
تاني موسم ليه ابو طالب مع الاسماعيلي، انضم مني القمح وادي محمد السيد، انما حماده الرومي قافل كويس لعماد، عماد سليمان 11، حازم 9 للصاوي وخلصها كويس عماد سليمان، انما علاء عبد الصادق برافو علاء لمجدي، بيعكس كوره حلوه لطارق خليل، اشول طارق ماشي كويس قوي من ابو طالب، وياخد اوت طارق، لعب عربيه ياسين ابو طالب الاسوي، ترجع لعلاء ميهوب لما قطعها حلوه طارق الوحش لحماده الرومي، وهجمه مرتده للاسماعيلي، حماده الرومي 4، لعبة حلوة لخالد القماش الاتنين هناك، وخالد بيرقص محمود صالح، انه محمود صالح فاهم خبرة محمود، وهو بقى الرقص خالد القماش وياخد فاول لان خالد زحف، خالد القماش وحمادة الرومي الاتنين ما لعبوش الماتشين اللي فاتوا كانوا متعارين، ما لعبوش في دور الست الثمانية ولا في الدور قبل النهائي مع الاسماعيلي. وضيع رجعها تروح لربيع ياسين، طويلة لطارق خليل ومع سامع عباس، وياخد اوتو سامع عباس، 10 دقايق 0-0 اهلي واسماعيلي في نهائي كاس مصر، حسام بيرجع فتحي مبروك كان بيدي بعض التوجيهات لفريقته حقه طبعا، ابو طالب يطلعها محمد السيد بره، تاني ابو طالب الحازم، ابو طالب ليه مستقبل كويس، ابو طالب لعبه حلوه قوي لمحسن عبد المسيح ناحيه الباك الشمال، وبيعكس كوره جوه المنطقه، انما ربيع ياسين يطلع قبل خالد القماش، وخالد مع محمود صالح وياخد اوت خالد لماش، ابو طالب طارق الصاوي 16، واحمد بدوي من داوت للاهلي ماسك فراودة الاسماعيلي احمد بدوي، ربيع ياسين وجاله طارق خليل لوحده تطلع منه بره، ابو طالب لطارق الصاوي انما ياخدها طارق خليل، وسام عباس بيعكس كوره ناحيه عماد سليمان، تاني محمود صالح علاء ميهوب، علاء عبد الصادق اتنين علاء، ومحمد السيد برافو طلع ابو طالب مغطي، وفرقتين بيلعبوا بتكتيك واحد تقريبا، 4 في نص الملعب، وهنا خالد القماش وحازم فراوده، وعماد سليمان بيسقط ويكمل، وياخد فاول طارق خليل، واتلعبت على طول لربيع لحسام الاثنين ناحيه الشمال، 7 حسام، حسام حسن رجعها المجدي تطول وتروح لعماد، تاني محمود صالح يخطف لمحمد السيد 15، محمد مجدي عبد الغني 8، حلوه طاهر ابو زيد هتاخد من قطاع سامع عباس لحازم، محمد حازم هو وضياء بيفوت من ضياء وعاوز يشوط، هداف الدوري محمد حازم جايب 11 جول، وياخد فاول محمد حازم، لعب الماتش اللي فات مع الاتحاد كان موقوف ما لعبش ماتش المقاولين في دور الثمانية، لعب ماتش الاتحاد وكان جاب جول في ضربات الترجيح لما الاسماعيلي كسب 4-1، انما عارفين ان هو هداف الدوري جايب 11 جول لمحمد حازم، اتلعبت لحازم من عماد وبيجري له عماد عشان ياخد
ترجع تاني من محمود لضياء طويله مثل اجر وسام عباس وسام طارق خليل اللي خلصها لابو طالب لطارق الوحش 18 طارق وحلوه لما تعدي القماش تلاقي ضياء تاني ابو طالب العسوي باك يمين الاسماعيلي ومعاه طاهر وياخد اوت ابو طالب لان احمد بدوي لعب ابو طالب لطارق صاوي لابو طالب بيعكس كوره لمحسن عبد المسيح ثلاثه وهاجم الاسماعيلي دلوقتي وكوره جوه المنطقه احمد شوبير على طول شوبير لمحمد السيد ومحمود صالح 13 محمود بيلعب هو المساك وساقط ضياء خدها تاني من مجدي ويلعبها لمحمد السيد محمود صالح رجعها لضياء تاني محمود صالح لربيع انما طارق الصاوي لخالد لماش الاثنين جوه خالد لطارق الصاوي 16 لحازم طويله ما تلاقيش غير ضياء خمسه يحرسها لشوبير وشوبير بايده الربيع ياسين اللعب هدي تاني وناحيه اليمين لعلاء عبد الصادق الباك اليمين محمود صالح مجدي عبد الغني بيفوت مجدي كويس من خالد القماش والصاوي ولعبها لعلاء ميهوب وعلاء ميهوب لحسام حسن مع محسن عبد المسيح وياخد اوت الاهلي طارق الوحش طلعها بره 18 طارق وتتلعب جوه المنطقه لطارق خليل الاثنين جوه وياخد كورنر طارق خليل كورنر برضو احنا تعودنا ان نشوف طاهر ابو زيده اللي بيرفع المره دي محمد السيد انما علي اغا وحازم وترد لعماد سليمان 11 وعماد سليمان بيفوت من مجدي لعبه حلوه لطارق الصاوي وطارق الصاوي لما في رايع من احمد بدوي لا ماشي اوف سايد خالد القماش اوف سايد اتلعبت لمحمود صالح لربيع ياسين لحسام حسن نمره 7 حسام ومع حسام عباس يسيبها لعلاء ميهوب وهتاخد مع طاهر وطه علي بيت طارق الصاوي حازم الصاوي 16 ربيع ياسين تطلع منه بره اوت للاسماعيل تلت ساعة والتعادل 0-0 أهلي وإسماعيلي أبو طالب لحازم محمود صالح اللي بيلعب مع القماش يرجعها لشوبير لمحمود ربيع ياسين حلوة لطاهر لما تروح لأسامة عباس ومع طارق خليل طلعها بره وطارق خليل 23 سنة أسامة سابها لأبو طالب محمد حازم وأوت للأهلي لأن الكرة طلعت بره من حازم ألعبها ربيع ياسين طاهر أبو زيد بيستنى ياخدها منه طارق الوحش وأوت للأهلي ربيع تاني اسامه عباس وتروح لطاهر طاهر وابو طالب تروح لطارق الوحش علاء عبد الصادق حماد الرومي يرجعها لعلي اغا اغا لعلي غيط ست علي لعلي اغا الجول كيبر بتاعه
تاني علي غيط، محسن عبد المسيح، علي غيط، علي حسام، رجاح العلي اغا، حسام وطارق خليل هم في رياضة النادي الاهلي، وفي طاهر ابو زيد بيلعب مع خط الوسط، وادي علي اغا، علي عبد الصادق، لمحمد سيد، سيبها لحسام، لعلاء، تاني لحسام، وبياخد فاول حسام حسن. قريبة من منطقة الجزاء الإسماعيلي، وشفنا طاهر أبو زيد المرة اللي فاتت شاط الفاول، عمله بليسنج، أعتقد هو برضه المرة دي اللي هيشوط. طاهر يا ترى هيحطها ولا هيعمل ايه؟ والطاهر برضه بيحطها، انما تسقط تاني فوق، مفيش سنتيمترات فوق العارضه. بيلعب الكور دي كويسه طاهر. ابو طالب ياخد من علي غيط ويرجعها لعلي اغا، لسه ما شفناش حاجه خطر غير كوره علاء ميهوب اللي شاطها فوق. وادي محسن عبد المسيح، علاء عبد الصادق، محمد سيد، وماشي محمد وبيشوط، تخبط في محسن وتضعف وتروح لعلي اغا، لابو طالب، طارق الصاوي، حلوة المحسن عبد المسيح، لمحمد حازم، الاثنين ناحية الشمال، فاضي خالص حازم، ابتدى يروح له علاء ميهوب، ولعبها لمحسن عبد المسيح، انما في راية اوف سايد. شوبير على طول، فرقة الإسماعيلي كلها بترد عند خط النص لربيع سين، عشان كده ربيع وصل سهل لخط النص لمجدي، إنما بيدافعوا في تكتل في نص ملعبهم. ضياء عبد الصمد، حمادة الرومي، آوت للأهلي، لعبها على عبد الصادق، محمد، العلاء، محمد سيد، حسن، حسام حسن، انما ما لحقهاش طارق خليل، وياخد فاول الاسماعيلي. ابو طالب حسام بيحكم ماتشات الاهلي والاسماعيلي كتير، حكم السنه دي ماتش الاهلي والاسماعيلي اللي كان في الاسماعيليه، وزكريا ناصف جابوا الجول، كان الاهلي كسب 1-0. وادي حماده الرومي لعلي غيط، لمحسن عبد المسيح، لعبها لطارق الوحش 18، لمحسن عبد المسيح، حازم، عماد سليمان، مصفر حسام، مدي فاول لعلاء عبد الصادق على ان عماد زقه. ولعبها علاء لمحمود صالح، ربيع ياسين، طارق خليل، يقطعها اسامه عباس، لما طارق خليل ياخدها تاني اسامه، وفاول للاهلي. ربيع ياسين، طاهر ابو زيد ربيع، وقف الماتش محمد حسام، مش شايف في هتافات من مدرج جمهور الاسماعيلي مش عاجباه، طبعا رايح له حازم، ورايح له حماده الرومي، وحماد سليمان، والشرطه، رجال الشرطه رايحين. تحية محمد حسام
من الحكام اللي ما بيسيبش حقه، ونفسنا ان احنا نشوف جمهورنا، لان جمهور الكوره الحقيقه جمهورنا من الجمهور الزواق، سواء كان من الاسماعيليه او مصر او بورسعيد. يهمنا انه يشجع فريقه في حدود الادب وفي حدود الالفاظ الكويسه، ننزل ماتشات في التلفزيون والراديو، مش عاوزين الالفاظ دي تخش البيوت. وابتدوا يتفقوا دراويش دراويش، مفيش مانع طبعا، حقهم. جمهور الاسماعيلي جاي ورا فريقه، وحسام هيعمل دروب لان صفر واللعب كان شغال، هيعمل اسقاط بين ربيع وابو طالب وخالد لماش وابو طالب اسف الباك اليمين. في رجال الشرطه داخلين في الملعب، هو عاوزهم يلفوا من بره عشان يبتدي اللعب. وفعلا ابو طالب وياخد اوت الاسماعيلي. وطارق الوحش حلوه الحازم، فاضي خالص محمد حازم، لما لعبها طويله قطعها على عبد الصادق لشوبير، احمد شوبير 25 سنه شوبير. لا لا ميهوب، تاني لطاهر، وترجع لعلي اغا. وياخدها طارق خليل وبيراس سامع بس وبيراس وكسب الاهلي ماتش الزمالك في دور الثمانيه 3-2. طارق خليل اخو علي خليل يجيب الجول الاول للنادي الاهلي، تصرف فيها كويس قوي. وحسام مصفر جول، بيكلمه حماده الرومي بيقول له العب. بعد نص ساعه طارق خليل يجيب الجول الاول للنادي الاهلي بمجهود فردي. من غلطة خدها ورأس أسامة عباس ورأس علي أغا جول، وحطها في منتهى الثقة. ولا لعيب بقاله 20 سنة في الملعب، مستقبله كبير طارق خليل. علاء ميهوب لحسام حسن، انما حسام مدي مش عارف مدي ايه، انما الاسماعيلي فاول اوهان. ومحسن عبد المسيح، انما ضيع عبد الصمد بيطلع بلماش. ومجدي عبد الغني لحسام حسن، انما حمد الرومي يرجعها لعلي غيط. ربيع ياسين، مجدي عبد الغني كابتن تيم الاهلي النهارده، مجدي محمد السيد، مجدي عبد الغني، محمد السيد، طارق الوحش خلاص لاسامه عباس، وياخد فاول اسامه. محمد السيد زقه، فاول اسامه عباس. 1-0 للاهلي، جاب جوله نجمه الصاعد طارق خليل. حماده الرومي المصري عبد المسيح، ربيع ياسين، عبد الحازم، طارق الوحش اتخطف منه غطا طاهر ابو زيد وبيفوت مع سامي عباس وبيفوت طاهر وبيرقص ابو طالب وبيشوط بيمينه بره بره طاهر. انما طاهر عارفين بيرقص كويس، عمل مشوار مش بطال، خد من طارق الوحش من سامي عباس.
طارق الصاوي، محمد الرومي مع مجدي عبد الغني، وياخد فاول محمد الرومي ان مجدي عبد الغني، واول انذار في الماتش من ديه حسام ان مجدي مسك حماده الرومي. اتلعبت لطارق الصاوي، 16 طارق، لسه حسام، محمد حسام، عندنا حسام حسن وفي محمد حسام الحكم بيأيد الانذار وبيأيد الفاول. هيلعبها محسن عبد المسيح، سامر حماده الرومي، علي غيط، حماده الرومي، بدأنا حماده الرومي، وياخدها ابو طالب العيساوي وبيشوط بشماله بره. جول حلو قوي اللي جابه طارق خليل، يعني منتهى الثقة والتمكن، تبقى موهبة اللعيب الهداف وثقته بنفسه، تصرف تصرف كويس قوي ما استعجلش، ورقص أسامة ورقص علي أغا، ما طلعتش الكورة بره، هيعيدها، القانون بيقول لازم في ضربة المرمى الكورة تطلع خارج منطقة الجزاء عشان تبقى في اللعب. محمود صالح بره، 1-0 اهلي. ابو طالب، طارق الوحش، بيفوت طارق من محمد السيد وبيلعب كرة حلوة لعماد سليمان، انما على عبد الصادق، على ميهوب، على عبد الصادق مع عماد سليمان، اختطف عماد وتاني فاول لعماد سليمان. من طارق الصاوي لعماد، طويلة لأبو طالب، يطاح طاهر أبو زيد، 9 طاهر لمحمود صالح، وطويلة على ميهوب، إنما على غيط برا، بيلعب ليه برو على غيط، اخر واحد في تيمو، ورابع ياسين، مجدي عبد الغني، طارق الصاوي، طارق الوحش، الاثنين بيلعبوا خط وسط الاسماعيلي، طويله للقماش، طاحة ضياء، عامل ماتش كويس لغايه دلوقتي، ضياء بصمد، وطارق الوحش، في فاول عامله مع طارق خليل، واقع طارق خليل، الاثنين شباب، طارق خليل والاثنين طارق، وطارق الوحش، طارق الوحش اول موسم بيلعب في دوري الدرجه الاولى، وبرضه طارق خليل اول موسم ليه مع النادي الاهلي في دوري الدرجه الاولى، ويمكن ثالث ماتش ليه النهارده، بس بديم الاول، لعب الزمالك في الكاس زي ما قلت لحضراتكم، ولعب الترسانه، اتلعبت من ربيع لطاهر ابو زيد، وطاهر ورا لشوبير، باين النادي الاهلي زي ما قلت لكم بيلعب اربعه في نص الملعب، طاهر ابو زيد رابع مع علاء ميهوب ومحمد السيد ومجدي، وادي ربيع ياسين تطول منه واخدها ابو طالب، لما طاهر ابو زيد، 9 طاهر، لعبها لضياء عبد الصمد، ماشي ضياء كويس، انما طارق الوحش تاني من نفس الحته الزعلق طلعها بره، ضياء عبد الصمد، 35 دقيقه، 1-0 اهلي، جاب جوله طارق خليل، ربيع ياسين لطاهر ابو زيد، انما مع طارق الوحش، مجهود كبير طارق، وطلعها بره. هي الفرقتين فيهم مجموعه كبيره من الشباب اللي خدوا فرصتهم في ماتشات الكاس، وربيع لمجدي، لربيع بيعكس كوره لحسام حسن، وحسام بيقول ما فيش حاجه، على بيت كان داخل معاه، وحسام حسن وعلي اغا طلعها، محمود صالح لربيع، ولسه واقع حسام، ربيع لطارق خليل،
تقطع وترد لطارق خليل تاني 12 طارق ومع ابو طالب ياخد فاول. طارق خليل وواقع حسام حسن جوه منطقه جزاء الاسماعيلي ورايح له محمد حسام. محمد حسام رايح له حسام، بس محمد حسام 42 سنه انما حسام تحت 20 سنه. حسام الاهلي تحت 20 سنه ولعب ماتشين في الدوري زمالك وترسانه، ولعب ماتشين الكاس الزمالك والترسانه برضه. يعني حسام الوينج اليمين الناشئ كانت بدايته السنه دي مع الاهلي ماتشين الدوري زمالك وترسانه، ولعب في الكاس ماتشين الاخرين برضه زمالك وترسانه. اتلعب الفاول من طارق خليل لربيع، وربيع جوه المنطقه لحسام وترجع لمحمد السيد وبيحط كوره انما تخبط في دفاع الاسماعيلي وياخد كورنر النادي الاهلي. كورنر برضه من ناحيه اليمين، رابع كورنر من الحته دي، ورايح طاهر ابو زيد اخصائي الكورنرز النهارده بيلعبها برجله الشمال. طاهر جاي له محمد السيد ولعبها لطاهر، خدها محمد ولعبها لطاهر، وطاهر ومع احمد الرومي وبيلعب كره عرضيه لما طارق الوحش يطلع في هجوم النادي الاهلي. كره لعماد سليمان، لما كويس عماد وبيعكس كره لحازم، هو ربيع، ربيع خلصها كويس وتطلع منه بره اوت. لعبها حازم لخالد الهماش، سبعة خالد ومع محمود صالح، خالد ومحمود وخالد الهماش، وبيلعب كره ارضيه انا موقف ربيع ياسين. برافو ربيع علاء ميهوب 14 علاء، حلوه ناحيه اليمين لعلاء عبد الصادق، بينتشروا كويس النادي الاهلي وبتحولوا من الدفاع للهجوم بسرعه. وعلاء لمحمد السيد، برافو ابو طالب، لما كويس ابو طالب قبل علاء قبل محمد السيد، وترجع تاني لطاهر، وطاهر عاوز فاول لما حسام بيقول له العب. وادي حازم يلعب كرة علي اغا لعماد سليمان، واوت للاسماعيلي. عماد سليمان لمحسن عبد المسيح، اشول محسن وكورة جوه المنطقة من احمد شوبير و احمد شوبير. فعلا محمود صالح خرج متعور، الظهر جت فيه طوبه، وطارق الوحش لابو طالب لطارق الصاوي لحماده الرومي لطه ربيع ياسين. زي ما قلت لحضراتكم حماده الرومي بعيد فتره عشان كده كوره مش مظبوطه النهارده. محمد السيد لعلاء ميهوب وياخد فاول علاء من اسامه عباس. لسه محمود صالح بره وتلعب الفاول، وحسام بيلعب كره جوه المنطقه تلاقي ابو طالب بيريحها لعلي ابا. فاول على مجدي ساند على حازم، وراجع مجدي عبد الغني مكان محمود صالح لغايه ما يقوم محمود، لسه بيعالجوه حسنين حمزه والدكتور حسين شاكر والجوهري معاه بيشوفوه. وادي اسامه عباس، حازم ومع مجدي يلعبها لطارق الوحش، ربيع ياسين يطلعها بره. طارق الوحش لابو طالب العيساوي يخطها طارق خليل، خلصها لطاهر ابو زيد بالعقل لمحمد السيد 15 محمد. ربيع طاهر ربيع علاء ميهوب مجدي عبد الغني بيرقص حماده الرومي كويس، لعبها لعلاء ميهوب لمحمد السيد لعلاء ميهوب
محمود طالب يخلصها لعلي غيط، وحسام بيقول لمحمود صالح ينزل، وانا شايف في جرح فعلا، معمول له بلاستر في اورتو. وعود الاسماعيلي، تعبت من محسن لعماد سليمان، حماده الرومي، فاول محمد السيد، كان مدي انذار لمجدي عبد الغني حسام وتلعب الفاول، والقماش لحازم وبدماغه ضعيفه شوبير قبل عماد سليمان، صاحي شوبير، الجمهور بيحيي جمهور الاهلي طبعا، لمحمد السيد في كل حته، محمد لعلاء ميهوب، لمحمد السيد، مجدي عبد الغني بيعكس كوره لربيع، ربيع لطارق خليل اللي جاب جول الاهلي، مجدي عبد الغني مع سامع عباس، وطاهر ابو زيد حط رجله من حوالي اقول 45 يارده فوق. كنا شفنا طاهر شاط كوره حلوه قوي في الماتش اللي فات مع الترسانه، طلعها احمد ناجي من حوالي برضو المسافه دي تقريبا. حماده الرومي، طارق الصاوي، حماده الرومي، محمد حازم، محسن عبد المسيح، وياخد اوت علاء ميهوب، أربعين دقيقة، 1-0 أهلي بجول طارق خليل، واوت للأهلي. هيلعبها علاء ميهوب لمجدي، ومجدي بيغير اللعب لطارق خليل، ربيع ياسين لعبها لحسام حسن، هتفوت، والربيع ياسين بيلعب كرة عرضية وتعدى على الغيط، ومحمد السيد، انما طارق الوحش يتزحلق ويطلعها كورنر، بس المرة دي من ناحية الشمال، برضه هلعبها طاهر ابو زيد، وجاله محمد السيد لعبها له، رجعها تاني لطاهر، محمد السيد لعبها وحش وطاح ابو طالب، ترجع ربيع لطاهر ابو زيد وبيشوط طاهر يا بره بسنتيمترات، صاروخ قنبله، طاهر ابو زيد تفوت من جنب القايم اليمين لعلي اغا، بتصفى كوره حلوه حلوه يا طاهر، وعلي اغا لعلي غيط، حازم، شوبير على ميهوب، 14 علاء، طارق خليل خلصها كويس من ابو طالب، وماشي طارق عاوز يشوط، وبيلعبها حلوه لعلاء ميهوب، وعلاء ميهوب انما برافو علي اغا، يشيل كوره حلوه من علاء ميهوب، وطارق الصاوي للقماش لابو طالب، طاهر ابو زيد ترجع لعلي غيط، ويصفر حسام عشان ينهي الشوط الاول، بيفوز النادي الاهلي 1-0، وكان جاب جوله بعد نص ساعه طارق خليل نجمه الصاعد في الدقيقه الاول، زي ما شفنا كلنا لصالح الاهلي 1-0 بجول نجمه الصاعد طارق خليل، وابتدى الشوط الثاني من لحظات. والحقيقه انا كنت قلت لكم ان محمود صالح جات فيه حاجه من المدرجات، لما سالت اتضح ان كان في فتح صغير من التحامه مع حازم وما فيش اي حاجه، وكره مع احمد شوبير، وحصل تغيير واحد في تيم الاسماعيلي، خرج حماده الرومي ونزل حمدي نوح، طارق الوحش اسماعيلي لطارق الصاوي 16، عماد سليمان 11، بيفوت كويس من محمد السيد ومجدي، وياخد فاول عماد سليمان. احتياط الاسماعيلي النهارده عصام الحسيني وفوزي جمال، محمود جابر، برد كرة، اول كرة لحمدي نوح،
وياخد علاء ميهوب لحسام حسن. علاء لحسام اختفى طارق الوحش وتاني طاهر ابو زيد لمجدي ناحيه الشمال لطارق خليل ومعه سامي عباس. وياخد فاول اسامه عباس. ومحسن هاشم في الاحتياطي وحمدي نوح ونزل. احتياطي النادي الاهلي محسن الشغير في النادي الاهلي، ايهاب جلال ومحمد سعد واحمد جمال وعاطف الاباني ومصطفى عبد. محسن عبد المسيح لحازم وياخد فاول حازم مع علاء عبد الصادق. محسن عبد المسيح لطارق الوحش. محسن علاء عبد الصادق يقطع لمجدي عبد الغني. تمانية مجدي حلوة لمحمد السيد انما على غيط ياخد عماد سليمان الاثنين لجوه لحمدي لحازم لابو طالب لخالد لشوبير. برافو شوبير. علاء ميهوب طاهر ابو زيد. علاء ميهوب ومع سامع عباس عامل ماتش كويس. اسامه ياخدها عماد سليمان الصاوي طارق الصاوي ومع مجدي يخلصها لمحمد السيد لطاهر ابو زيد لحسام حسن اسف علي اغا ربيع ياسين والقماش وياخد فاول ربيع ياسين علاء عبد الصادق علاء ميهوب طاهر ابو زيد تسعة طاهر. شاط كرة حلوة قوي في نهاية الشوط الأول لعلاء ميهوب. تاني مرة تقطع من علاء ياخدها عماد سليمان لحازم. تغيير وحيد اللي خرج حماد الروم ونزل حمدي نوح وحازم على طول يطلع ضيا. محسن عبد المسيح طارق الوحش لمحسن طارق الوحش 18 علاء ميهوب شوبير بكاريوس مع التعاون احمد شوبير. حسام حسن علي اغا علي غيط في كلية الشرطة علي غيط كلية الشرطة. حازم حمدي نوح بيلعب مع ضياء الصمد والقماش وربيع. القماش جسمه جامد ويخلصها بربيع كويس. لما تقلش تروح لمجدي لطارق خليل للربيع تخبط في اسامة عباس وياخد اوت ربيع ياسين. جاب ثلاث اجوان ربيع ياسين في الدوري السنه دي للاهلي. وضياء عماد سليمان اسامة عباس محسن عبد المسيح حمدي نوح مجد عبد الغني يقطع علاء ميهوب تخبط في محسن واوت للاهلي. كان حمدي نوح في دور الثمانيه جاب الجول الاول الاسماعيلي في ماتشه مع المقاولين. اسامه عباس نجم الاسماعيلي النهارده لحمدي نوح. عماد سليمان بيفوت كويس من علاء عبد الصادق ومحمد السيد وماشي عماد وعاوز يشوط
انما ضعيفه في تشوبير. بيفوت كويس عماد سليمان، بيرقص كويس قوي عماد، من نجوم نادي الاسماعيلي ومنتخب مصر. ابو طالب عماد تاني اللي عامل الهجمه اللي فاتت الحلوه لمحسن عبد المسيح. الاسماعيلي دلوقتي ماسك كوره احسن واخطر في الخمس دقايق اللي فاتوا دول، ومحسن ياخد فاول من حسام حسن. هيلعبها محمد حازم، بيلعب في الوسط دلوقتي حازم مكانه الرومي، وحمد نوح سنتر فيرود، اسامة عباس لمحسن، حمد نوح مع علاء عبد الصادق، تروح لاسامة عباس. يا سلام يا اسامة، ماتش كبير النهارده اسامة، انما الكعبل في الاخر ومع مجدي، وتطول وتروح لجوبير. واقع اسامة عباس، ثالث موسم ليه في الاسماعيلي، وكان في النادي الاهلي ومنتخب الناشئين اللي مثلنا في استراليا، منتخب مصر الناشئين، وطاهر ابو زيد وحسام حسن. خلصها عماد سليمان لمحسن، ضيع بصمد لسه واقع اسامه عباس، علاء ميهوب وطارق الوحش، خالد القماش، طارق الوحش، لسه اسامه واقع، وصاوي، وجوه المنطقه شوبير، كل الكور اللي ماسكها شوبير، وحسام حسن، علاء عبد الصادق، محمود صالح، باين هو متعور من الخبطه مع حازم، محمد السيد، ترجع حسام حسن، محمد السيد لطارق خليل مع ابو طالب، وبيلعب كره جوه المنطقه انما بره، بيوقف اللاعب محمد حسام عشان يشوف اسامه عباس، ولغايه ما يقوم اسامه اقول لكم ان الاهلي وصل ازاي والاسماعيلي للدور النهائي. الاهلي في الدور ال 16 كسب طنطا 5-0، كان علاء ميهوب جاب جولين، ومحمد عامر جولين، ومجدي عبد الغني جول. وفي دور الثمانيه الاهلي كسب الزمالك في ماتشه التاريخي 3-2 بعد وقت اضافي، وكان بيلعب بشبابه، وحماده مرزوق اللي متعور ما يلعبش النهارده، ومحمد السيد وطارق خليل جابوا جواله، وكان كوارشي وفاروق جعفر جاب جوال الزمالك. في دور الاربعه الاهلي كسب الترسانه 1-0 بجول شمس حامد اللي برضه ما بيلعبش النهارده. الاسماعيلي في دور ال 16 كان اتعادل مع الاولمبي في اسكندريه 0-0، اتعادل ماتش في الاسماعيلي وكسب 2-0، كان عماد سليمان وحماده الرومي جاب جواله. في دور الثمانيه عمل ماتش كبير قوي من احسن ماتشات شفناها السنه دي مع المقاولين، وكسب 2-0 حمدي نوح وطارق الصاوي جاب جولينه. في دور الاربعه كسب الاتحاد بالضربات الجزاء الترجيحيه 4-1 بعد ما تعادلوا في الوقت الاصلي والاضافي 0-0، وكان عماد سليمان وحازم والصاوي وابو طالب جابوا البينالتيز، ومحمد نور كان جاب جول الاتحاد، والتعلبي ومجدي عز الطيار لعبت حازم لعماد محمد السيد. أسامة عباس، ما هو أسامة الحمد لله ماتش كبير قوي أسامة عباس النهارده. أبو طالب، الصاوي، أبو طالب، وياخد أوت أبو طالب مع طارق خليل، مش قادر طارق خليل بيشاور، عاوز يخرج. مصطفى عبده كابتن تيم النادي الاهلي كان ضمن الاحتياطي هيسخن، لابس 20 مصطفى عبده، ولسه لاوت للاسماعيلي. طارق خليل حقيقه هداف، وتاني ماتش يعني اول ماتش يشترك فيه من اوله جاب جول النادي الاهلي. الفكره مش في الجول انما في ثقته في نفسه، ازاي اتصرف وازاي رقص جوه الاهليا وضمن الكرة بانه رقص عليها بعد ما رقص اسامه عباس، وكان جاب جول المكسب في ماتش الزمالك بهيدز كويس، تابعها حطها بدماغه، شايفه بيزق لسه جوه الملعب. والاوت الاسماعيلي، لعب ابو طالب للقماش لابو طالب، يخش طارق خليل طلعها اوت تاني. اسماعيلي ماسك كوره
في بداية الشوط الثاني 12 دقيقة اللي فاتوا، مغلوب واحد وعاوز يعوض. وزي ما قلت لحضراتكم طبعا يهمه الإسماعيلي إنه يكسب النهاردة عشان تبقى أول مرة يكسب الكاس، وتبقى دي فرصة كبيرة علشان يشترك في بطولات إفريقيا. كان أول نادي مصري يفوز ببطولة إفريقيا الأندية أبطال الدوري سنة 70. وطاهر أبو زيد، كرة طويلة لحسام حسن، إنما علي غيث، برافو علي. محسن عبد المسيح، تاني أسامة عباس، فوت كويس أسامة، محمد السيد. لما يتزحلق تتاخد منه. محمود صالح، حسام حسن، ومع أسامة يرجعوها للمحسن عبد المسيح، أسامة عباس، طارق الصاوي، عماد سليمان، حمدي نوح، علاء عبد الصادق، حسام حسن، علاء ميهوب، مع طارق الوحش يتزحلق وترجع لضياء، لطارق خليل، هو وأبو طالب، ويخلصها طارق خليل. أنا مع علي غيط، ياخدها تاني طارق خليل، بس موقف صعب. ياخدها علي غيط، حمدي نوح، علاء عبد الصادق، حمدي نوح اللي نزل في الشوط الثاني مع ربيع ياسين، وياخد فاول حمدي نوح، لابس 10 حمدي، عنده 30 سنة حمدي نوح، كان ابتدى في نادي اسكو واتنقل المقاولين موسم 78، وده تاني موسم ليه مع الاسماعيلي. جاب جول في الكاس زي ما قلت لحضراتكم مع المقاولين، وادي حمدي اهو، انما فوق مصطفى عبده، شايف عاطف الأباني كمان بيسخن من شباب النادي الأهلي، وفي توجيهات من الكابتن جوهري. عارفين إن جهاز الكورة في الأهلي السنة دي جوهري ومعاه المفتي وهاني مدير كورة وفتحي مبروك حازم كرم، في الإسماعيلي في شحتة وأميره فتحي صديق ومجدي علي غيط، طاهر ابو زيد، ابو طالب، لعلي اغا، محسن عبد المسيح، عماد سليمان، طارق خليل، علاء عبد الصادق، فتى محسن، حازم، محمد حازم، محسن عبد المسيح، خلص عصام حسن، وبيفوت من أسامة عباء من طارق الوحش، وياخد فاول حسام حسن. أول تغيير للنادي الأهلي، هيخرج طارق خليل اللي جاب جول النادي الأهلي، والجمهور بيحييه، ونزل مصطفى عبده، هيبقى كابتن الأهلي دلوقتي مصطفى عبده. والفاول للنادي الاهلي، طاهر ابو زيد ومصطفى عبده، مصطفى اللي هيلعبها اول كره لمصطفى ويطلعها اسامه عباس، تاني طارق الوحش، عماد سليمان، مع مجدي، رجعها لأسامة، لعلي غيط، لعلي أغا، أسامة عباس، عماد سليمان، محمد سيد، مصطفى لمصطفى، ومصطفى كرة عرضية لحسام، وحسام لمحمد السيد ويطلعها محسن عبد المسيح، تلاقي ربيع ياسين كور في منتهى الخطورة، مصطفى اللي بيلعبها العرضية، وأدي مجدي عبد الغني بيعكس كرة حلوة أوي أوي لمصطفى عبده، مصطفى ومحسن، ترجع لمحمد السيد، لعلاء ميهوب، ومع سامي عباس، وده محسن عبد المسيح،
مصطفى عبده خلصها وبيلعب كره ارضيه بتلاقي حسام حسن فرصه مش ممكن تضيع من حسام يحطها في ايد عليا. انما مصطفى عبده اول ما نزل عمل ثلاث كور واحده فيهم قاتله اللي هي الاخرانيه تعدي ديفنس وتلاقي حسام والجمهور بيقول مجري مجري اسم مصطفى عبده طبعا حاسين بخطورته ومسكها علي اغا كره في منتهى الخطوره كانت ممكن تعمل حاجه. واوت للاسماعيلي حمدي نوح وطارق الوحش طلعها بره اوت. الاهلي الاوت للاهلي هيلعب ربيع ياسين ربيع لطاهر ابو زيد دلوقتي مصطفى بيلعب ناحيه اليمين وحسام حسن بيلعب ستار فيرويد مجدي عبد الغني محمود صالح علاء عبد الصادق مصطفى عبده محمد السيد بيرقص كويس طارق الوحش ولعبها لطاهر ابو زيد لمصطفى عبده بالعقل لطاهر ابو زيد انما برافو حسام حسام عباس ماتش كبير قوي عامله نجم دفاع الاسماعيلي النهارده. اوت للاهلي 17 18 دقيقة 1-0 للاهلي. علاء عبد الصادق طاحة محسن ترجع لعلاء عبد الصادق هو محسن وبيرقص محسن كويس انما محسن داخل جامد وياخدها محسن المسيح برافو محسن. عماد سليمان تطلع منه بره احمد بدوي اللي ماسك في رياضة الاهلي لاف تايم ده مد اوت للاهلي. علاء ميهوب محمد السيد مصطفى عبده وبيفوت كويس مصطفى عبده من اسامه بيرقص اسامه تاني وبيلعب كره جوه المنطقه انما برافو يا علي علي غيط يطير ويطلعها اوت انما مصطفى شويه اللي نزلهم عامل شغل جامد وحيا ناحيه اليمين منتهى الخطوره بيلعب مصطفى الكور العرضيه وبيوصل تيم النادي الاهلي وادي كورنر النادي الاهلي من الكره اللي لعبها مصطفى طلعها علي غيط طاهر ابو زيد قصيره لحسام حسن تفوت لمحسن لعماد سليمان عماد سليمان لطارق الوحش ياخد اوت الاهلي ابتدى الاهلي يمسك كوره بعد ما نزل مصطفى عبده في الشوط ده وعلى عبد الصادق لمصطفى عبده ومصفر حسام مدي فاول لمصطفى على ان محسن رافع رجله هيلعبها مصطفى عبده المره دي يا ترى هيعملها ازاي عاليه المره دي وتعدي وترجع لمجدي بيشوط من بعيد فوق بره الكره اللي عملها مصطفى كانت عدت حسام ورجعت لمجدي عبد الغني شاط فوق عارفين ان الاهلي واخد بطولة الدوري السنة دي، الاسماعيلي كان تالت. اسامة عباس طارق الوحش خدها طاهر لما ترجع لاسامة. علي غيط. ابو طالب. الصاوي عماد سليمان. لحازم. حلوة قوي لعماد سليمان. لما علاء عبد الصادق خلصها لمحسن ورافع علاء ورابع ياسين يضطر يحطها كورنر. في الدوري الماتشين اللي الاهلي والاسماعيلي لعبوهم السنه دي كان الاهلي كسب الماتشين 1-0 في الاسماعيليه بجول زكريا ناصف وهنا بجول شريف عبد المنعم. كورنر للاسماعيلي وهنشوف التغيير الثاني هيعمله النادي الاهلي. هيخرج طاير ابو زيد وهينزل عاطف الاباني. عاطف الاباني لعب للاهلي السنه دي ماتش في الدوري ماتش الاولمبي اللي تعدوا فيه في اسكندريه 0-0. 21 سنه عاطف ولعب ماتش الزمالك والترسانه في الكاس انا شايف. وتلعب الكورنر وشوبير برافو يا شوبير
شايف طاهر ماسك كتفه، كان عنده إصابة قديمة. ومحمود صالح 25 دقيقة 1-0 الأهلي. محمد السيد إنما على غيط يخلصها، أبو طالب يديها لعلى غيط، وعلى غيط يخلصها لعلي أغا. حمدي نوح 10، مجدي عبد الغني ترجع لأبو طالب، 2 أبو طالب. باك يمين إسماعيل النهارده اتخطف منه، 11 الأباني لحسام للأباني، عاطف الأباني باك سكورة لمصطفى، مصطفى يلعبها لعلى ميهوب إنما تروح لعلي أغا. طارق الوحش 18، محسن عبد المسيح 3، اتلعبت حلوة أوي لعماد سليمان ومنتهى الخطورة عماد لما بيمشي بالكورة لحمدي نوح، خلصها كويس حمدي إنما برافو لمحمود صالح في آخر لحظة يلحقها، وشوبير قبل الكورنر مجهود كبير يطلعها. برافو يا شوبير، لما يكون اللعيب صاحي ومركز في الماتش طبعا بيعمل حاجات كويسة. طبعا الأوت مش زي الكورنر، الأوت شوف منين بيتلعب. محسن عبد المسيح لعماد سليمان، محمد السيد معاه انما خلصها عماد سليمان بحرفنه ويلعبها جوه المنطقه لحمدي نوح، وحمدي بدماغه ضعيفه بره. الناديين كانوا ضمن اول 11 نادي، الاهلي والاسماعيلي اشتركوا في الدوري العام سنه 48، وبرضه في اول سنه الاهلي خد الدوري والاسماعيلي دخل ثالث زي السنه دي بالظبط. الاسماعيلي كان من الانديه اللي ليها الشرف في الفوز ببطوله الدوري موسم 66 67، واول نادي مصر زي ما قلت لحضراتكم خد بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري سنه 70 لما كسب هنا الانجلبير 3-1، كان على ابو جريشه وسيد عبد الرازق جابوا جوان الاسماعيلي. الاهلي خد برضه بطوله افريقيا للدوري 82 وبطوله الكاس الموسم اللي فات. وادي شوبير، طارق الوحش تعدي لمصطفى عبده اطول من محسن مصطفى، وترجع لضياء عبد الصمد يطير ويلعبها لمحسام حسن لعلاء ميهوب على عبد الصادق، حلوه قوي لمصطفى عبده لابس 20 النهارده مصطفى يطلعها علي غيط لطارق الساوي 16 لحازم ربيع ياسين لاحمد شوبير. أكبر لعيب في الملعب دلوقتي مصطفى، إنما ربنا يديله الصحة، عامل هاف تايم لغاية دلوقتي كويس وفي نشاط وشباب، عنده 32 سنة مصطفى. وأدي محمد السيد لحسام وياخد فاول حسام حسن، بقاله 13 موسم بيلعب في النادي الأهلي، دوري عام أو دوري وكأس طبعا. مصطفى عبده جايب للنادي الأهلي، لعب للنادي الاهلي اكتر 250 ماتش. مجدي عبد الغني على عبد الصادق وتعدي لمصطفى، يا مصطفى لسه بقول تاريخ مصطفى، وجات له فرصه كويسه لو وقفت كان ممكن يعمل منها حاجه. لعلي اغا لعلي غيط 6، ضياء عبد الصمد لشوبير كانت طويلة شوية، اضطر شوبير يطلعها بره اوت. برضه في تشابه في الأندية الأهلي والإسماعيلي، الخطيب نجم الأهلي كان فاز بالكرة الذهبية كأحسن لاعب في أفريقيا موسم 83 في مسابقة الفرنسا في الدون. برضه علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي كان جه تاني في نفس المسابقة وفاز بالكرة الفضية سنة 69. حسام بيرجع طارق الوحش يقول له ده الاوت ليك من قدام، طارق كان بيلعبها من بعيد طارق الوحش وعداها عماد سليمان، انما ما تلاقيش غير محمد السيد، ما لحقهاش مصطفى عبده وياخد اوت الاسماعيلي. محسن عبد المسيح، حمدي نوح، محمود صالح، حمدي نوح يخلصها وماشي حمدي وضياء وبيلعب كرة عرضية انما تخبط
في الاهلي مويد شوبير من زاويه صعبه قوي وياخد كورنر حمدي نوح. من الهدافين الكبار حمدي نوح وطارق الساوي بيلعب كورنر ويطلع ربيع حسام حسن تيجي غير علي بيت وحسام وربيع وياخد فاول ربيع ياسين كان حسام مغطي مكان ربيع ياسين في الكرة اللي فاتت وحسام وحسام محمد حسام الحكم بيقول ما فيهوش حاجة يقدر يقوم طبعا هو شايف وحاسس والفاول للاهلي على ابا مجد عبد الغني والاهلي استنفذ التغييرين بتوعه 28 دقيقة 1-0 لصالحه في نهائي الكاس مع الاسماعيلي واتلعبت من مجدي علاء عبد الصادق زقه حازم وعلاء بيلعبها لمصطفى انما علي غيط طبعا عارف خطورة مصطفى يطلعها بره ياوت للاهلي قام حسام حسام حسن اوت هلعبه مصطفى عبده سابها لعلاء عبد الصادق مجدي عبد الغني ابو طالب لخالد الهماش طارق الصاوي حمدي نوح حازم خالد الهماش سبعة أربعة وعشرين سنة خالد ولعبها لأبو طالب وكرة العرضية إنما تطلع برا زي ما قلت لحضراتكم الفريقين كانوا اتقابلوا قبل كده في ماتشات الكاس في تاريخ المسابقة في دور الثمانية اتكلمنا عنهم في اتقابلوا مع بعض في الدور قبل النهائي لما تيجي فرصة هقولها وادي مجدي وأسامة وحسام حسن يخلصها لمصطفى ومصطفى كرة عرضية وفوق خسارة انما مصطفى زي ما بقول لحضراتكم في منتهى الخطورة الأباني حطها فوق كان بيتابع كويس كرة مصطفى عاطف الأباني وحطها فوق في منتهى الخطورة كور مصطفى عبده مصطفى عبده 8 بطولات للدوري مع النادي الأهلي حضرهم وأربع بطولات لكأس مصر وبطولتين لإفريقيا تاريخ كبير مشرف لمصطفى محمود صالح محمد السيد يلعبها مع علاء وياخدها وتترد تاني لربيع مجد عبد الغني 8 محسن على ميهوب محمد السيد ورا علاء مع حمدي نوح على ميهوب مجد عبد الغني محسن عبد المسيح قصير انما نط كويس ياخدها مصطفى عبده على عبد الصادق لمصطفى عبده ولعبها لمحمد السيد ومع الغيط لعبها قصيره لطارق الوحش 18 علي غيط ليه مستقبل كويس علي غيط لعلي اغا مجدي بالعقل لعلاء ميهوب لمجدي لمسة واحدة لمحمد السيد لربيع ياسين وربيع ياسين للأباني لمحمد السيد فوق هنا ميزة بقى العفاط اللي بتشوط كويس فرصة حلوة ونقلة هجمة منظمة من النادي الأهلي والأهلي ماسك كورة دلوقتي غالب 1-0
أبو طالب لطارق الصاوي. أبو طالب لعماد وياخد فاول عماد سليمان. إسماعيل هيشترك في الدورة الصيفية اللي هتلاقي بماتشاتها يوم الخميس الجاي في اسكندرية. طارق الوحش لحمدي نوح لعماد سليمان وعصام سليمان بيفوت كويس وعلاء ماهو وعلاء عبد الصادق حسام لشوبير. عماد سليمان الحقيقة ستايله زي لعيبة البرازيل، مسكته في الكورة وترقيصه، عنده رشاقة حلوة قوي وتمكن. أسامة عباس تعديل الأباني ومع أبو طالب وياخد فاول عاطف الأباني. 32 دقيقة 1-0 الأهلي بجول طارق خليل اللي خرج في الشوط الثاني. ربيع ياسين سابها المجدي، خدها من مجدي، خدها من ربيع ولعبها لحسام حسن. طه محسن لحازم وياخد فاول علاء عبد الصادق. انذار ثاني انذار لعلاء عبد الصادق. الفريقين لعبوا مع بعض في الدور قبل النهائي قبل كده. الاهلي في سنه 51 الاهلي كان كسب 1-0، كان جول جابه حسين مدكور. وبعد 30 سنه 32 سنه في موسم 82-83 اللي الاهلي خد فيه الكاس، كان قابل الاسماعيلي هنا في الدور قبل النهائي وكسب 1-0، كان في اسكندريه الماتش بجول مجدي عبد الغني. والموسم اللي فات برضه الاهلي لعب الاسماعيلي في الدور قبل النهائي في المحله والاهلي كسب 1-0 بجول رمضان السيد. بعد ماتش النهارده النادي الاهلي هيسافر بكره ان شاء الله رومانيا، في جزء من تيمو اللي كان مشطوب 16 فرقه 16 لعيب اللي كان النادي الاهلي واقفهم موجودين مع المفتي في رومانيا. المجموعه دي والمجموعه اللي ما بتلعبش هيسافروا بكره مع باقي الجهاز وهرجعوا ان شاء الله يوم 27 استعدادا لماتشات افريقيا في دور الثمانيه. وادي طارق الوحش، انما علاء عبد الصادق يخلصها. أسامة عباس واوت للأهلي. علاء عبد الصادق، مجدي عبد الغني، علاء، لعلاء ميهوب، للأباني، عاطف الأباني، وكرة حلوة إنما ما يلحقهاش مصطفى ويسيبها محسن عبد المسيح. 27 سنة محسن كان في نادي الشمس وده خامس موسم ليه مع الإسماعيلي. آدي محسن أهو، محسن عبد المسيح. حمدي نوح على عبد الصادق وياخد فاول حمدي نوح. استاد القاهرة النهاردة الحقيقة بعد بطولة افريقيا لألعاب القوة منظره يفرح. وكرة طويلة طلعها محمود صالح على ميهوب، عاطف الأباني اللي عمل الكرة اللي فاتت، هو على غيط ياخدها طارق صاوي لخالد لماش. وبالعالي رجعها مجدي عبد الغني لشوبير. 35 دقيقة 1-0 للأهلي. علاء عبد الصادق، لا الإسماعيلي ماتش المقاولين عمله أحسن من كده كتير قوي. محمد السيد، علاء ميهوب، ربيع ياسين، كرة عرضية محمد السيد لما محسن عبد المسيح، برافو محسن لعلي أغا. ضياء عبد الصمد ماتش كويس قوي عامله ضياء، كلية الشرطة برضو واخد ثانوية عامة. وادي ربيع ياسين، حسام حسن، أبو طالب يرجعها لعلي أغا، محسن عبد المسيح. مفيش خطورة
غير في الكور اللي عملها مصطفى عبده ورجع لعب هادي تاني. الاسماعيلي مفيش كرة حمدي نوح اللي جت في القايم وفيد شوبير وابو طالب كرة ارضية وشوبير. يا سلام يا شوبير، الجول لما يطلع في الكور العالية دي بيريح دفاعه وبيبتدي الهجمة. وشوبير تابع لمحمد السيد وياخدها كروس مع التعاون. شوبير أسامة عباس أبو طالب كلها كور مشتركة. ربيع ياسين لضياء لمحمود صالح لربيع 25 سنة ربيع لمجدي لعلاء عبد الصادق. اتزحلق علاء ميهوب وياخد فاول عماد سليمان لطارق الوحش 18 طارق من اشبال نادي الاسماعيلي. ابو طالب الاباني حسام حسن خلصها كويس حسام. وبيلعبها لمصطفى عبده مصطفى وطارق الوحش. ما تلاقيش غير ابو طالب كرة مصطفى وعاليه طارق الصاوي حازم عماد سليمان حازم والاباني وحازم عاوز فاول لما حسام بيقول له ما فيش حاجه. وعلاء ميهوب محمد السيد مصطفى عبده محمد السيد لابو طالب طارق الصاوي حازم 9 حازم حمد نوح 10 محمد حازم ورا حمد نوح لما ياخدها مصطفى عبده تاني حمد نوح لحازم مع الاباني ناحية اليمين للصاوي ويطلعها بياخد فاول النادي الاهلي ومصطفى عبده. وشوبير عماد سليمان قام مصطفى عبده ومحسن عبد المسيح مصطفى عبده محسن عبد المسيح بين دقيقة 1-0 أهلي وفاول للأهلي في آخر 5 دقايق. علاء عبد الصادق ويرجعها ابو طالب لعلي اغا طارق الوحش طارق الصاوي حمد نوح لعبها للانباش وياخدها حمدي لعماد سليمان لما مصطفى عبده يطلع ترجع لابو طالب
علي غيط، ضياء عبد الصمد وياخذ فاول. ضياء هيا، في خبر كويس، ان في خبر ان المعاقين المصريين جالنا الخبر انهم قدروا يعبروا المانش في طبعا السباحه الطويله، وحاجه تشرفنا كلنا، وان شاء الله نقرا تفاصيلهم في جرايد بكره. واحمد شوبير لمحمود صالح لشوبير على ساعة 3:42 دقيقة، والأهلي كسبان جول بطارق جابه طارق خليل اللي خرج في الشوط الأول، جاب الجول في الشوط الأول وخرج في الشوط الثاني، وده حسام حسن، وحسام يقدر، برافو، دفاع الإسماعيلي أسامة عباس في آخر لحظة، وحسام بيحط، أسامة عباس اللي عامل ماتش كبير قوي قوي النهاردة يطلعها كورنر. مصطفى عبدو هيلعب الكورنر برجله الشمال، كان طاهر ابو زيد قبل ما يخرج ولا بيلعب الكورنرز، وفي ايد علي اغا، بان التعب الحقيقه على اللعيبه من الفرقتين. وادي محمود صالح وحازم، خلصها كويس حازم لعماد سليمان مع لا ميهوب ومصطفى، ياخدها مصطفى عبده لسه مع احمد سليمان لمجدي عبد الغني، ضياء عبد الصمد متاخر دلوقتي مجدي، وياخد فاول ضياء عبد الصمد. في الدقائق الاخيره من لقاء نهائي كاس مصر الاهلي واسماعيلي، والاهلي كسبان جول، وضياء لعبها لمصطفى وحسام حسن، حازم، طارق الصاوي لعماد سليمان، هجمه مرتده للاسماعيلي لخالد الاماش، وقفها حمدي نوح انما تبعد عنه، حسام حسن على ميهوب، محمد السيد، علاء تاني مع أسامة، وياخد فاول على ميهوب. تعبت لمحمد السيد، كان جاب جول التاني في ماتش الزمالك وأهلي، محمد قبل على ميهوب، علي غيط يقطع تاني، محمد السيد ياخدها ابو طالب وترجع لربيع، محمد السيد، ربيع ياسين، ما جريش محمد السيد، رجعها خالد الاماش لعلي اغا، على ساعتي انا انتهى الوقت الاصلي، انما الحكم طبعا حسام هو اللي في ايده، لان في ناس كتير وقعت والوقت وقف الماتش كتير. وادي ابو طالب، محمود صالح، محمد نور طلعها، ضياء، حسام حسن لمصطفى عبده، مصطفى عبده على غيط، مصطفى طويله في ايد علي اغا، تاني لابو طالب، يقطعها محمد السيد، 15 محمد على ميهوب، انما الحقيقه مكسب للفرقتين مجموعه الشباب اللي لعبوا بيهم هيبقوا ذخيره كويسه ليهم في السنوات اللي جايه. وادي عاطف الاباني، 11 عاطف، كره عرضيه انما محسن يحرسها، الناس جمهور الاهلي مستعجل حسام، وترجع لاسامه عباس وحازم، انما ضياء، برافو يا ضياء من نجوم ماتش النهارده، ضياء ترجع لحمدي نوح، ومع ضياء عبد الصمد، وضياء الزحله تاني، ومصطفى عبده، وطارق الوحش، ويصفر محمد حسام عشان ينهي
نهائي كاس مصر النهارده لموسم 84-85، ويفوز النادي الاهلي 1-0 بجول كان جابه نجمه الصاعد طارق خليل في بعد 30 دقيقه من الشوط الاول. كان جاب جول حلو قوي بعد ما رقص اسامة عباس ورقص علي اغا وجابها باقتدار. نقول مبروك للنادي الاهلي وهارد لاك للنادي الاسماعيلي. زي ما قلت لحضراتكم تاني مره النادي الاسماعيلي يوصل لنهائي الكاس في تاريخه، والنادي الاهلي يحقق لثامن مره بطوله الدوري والكاس. احنا عارفين الاهلي واخد بطوله الدوري الموسم ده، ولتاني مره ياخد لثامن مره بعد ما حصل على بطوله الكاس، يبقى ثامن مره ياخد دوري وكاس. والجمهور بيحيي جمهور الاهلي اللي هنا بيحيي جوهري. بنقول مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي ومبروك لجهاز الفني اللي على راسه كابتن جوهري والكابتن هاني، ومبروك لعيبه النادي الاهلي وهارد لاك الاسماعيلي وكابتن شحته وكابتن اميرو. هيئه عملوا ماتشات كويسه، وزي ما قلت لحضراتكم مكسبنا في الماتشات الكاس سواء مقاولين او اسماعيلي او اهلي او اتحاد، مجموعه الشباب اللي هتكون ذخيره للانديه في المواسم اللي جايه وان شاء الله لمنتخب مصر. اللعيبه شايله الجوهري طبعا اعترافا منهم بمجهوده، والجوهري الحقيقه يعني حظه في الكاس كويس، يمكن ثالث كاس ياخده للنادي الاهلي في البطولات المحليه. بروتوكول تسليم الكاس زي ما قلت لحضراتكم السيد اللواء اركان حرب حسن الاخرس كبير الاورام مندوب عن سياده الرئيس حسني مبارك، هو اللي هيقوم بتسليم الكاس لمصطفى عبده. مصطفى عبده كابتن تيم النادي الاهلي، 13 موسم لعبهم مصطفى و8 بطولات للدوري، ويبقى 5 لكاس مصر بمكسب النهارده، يبقى 5 بطولات لكاس مصر، ولاعب اكثر من 250 ماتش في الدوري، جايب 45 جول للنادي الاهلي في الدوري والكاس مصطفى عبده، 32 سنه. يتقدم مصطفى عبده. الحقيقه انا كنت سالت الكابتن جوهري قبل الماتش بالنسبه لماتش الزمالك عن فكره لعبه بالشباب، وقلت له يعني هل الفكره دي كان لها اسباب فرضت نفسها ولا انت خاطرت؟ وطبعا المخاطره ممكن تكون محسوبه، فهو الراجل قال لي الظروف والاحداث اللي كانت قبل ماتش الزمالك وقرار مجلس الاداره بوقف 16 لعيب علاوه على نتيجه ماتش المغرب اللي خسرناه، وكان في 8 من الاهلي مع المنتخب، مفيش كلام، دي ادت احباط على اللاعبين الدوليين، وخصوصا ان معظمهم مش هتجي له فرصه تاني يشترك في كاس العالم. وطبعا الاحباط ده كان عند جمهور الكره المصريه، فقال انا توقعت ان ده هياثر نفسيا على اللاعبين الدوليين، وطبعا حط نفسه مكان اللعيبه، ومع مجلس الاداره قرروا طبعا انهم يشتركوا بالشباب. فريق النادي الاهلي هيتوجه للمقصوره عشان يستلم الكاس، وقال كمان ان مجموعه الشباب كانت صاعده، كان معاهم جزء، كان معاه جزء في المانيا وجزء كان مع كابتن عادل تيم ومصطفى حسين اللي هم تحت 20 سنه، وثقته فيهم وحس بقدراتهم، ابتدت الدفعه. طبعا مشكله القيد السنه دي، فكان في حماس عاوزين يثبتوا الذات، فكل ده اداله دفعه. انما الحقيقه قال ان التوفيق من عند ربنا، وكان ربنا اداله اكثر ما كان يتوقع بالنسبه للنتيجه، كان كل هدفه انهم يعملوا ماتش كويس والجمهور بتاعهم يرضى عنهم ويثبتوا اقدامهم. فطبعا حصل ان ربنا اكرمهم زياده وكسبوا 3-2. طبعا الجوهري بيقول ان الزمالك تيم كبير وان النتيجه دي ما كانتش قبل الماتش في مخه ابدا. ومبروك النادي الاهلي، وادي كابتن حسام محمد حسام، كابتن احمد ابو يوسف، حكام ماتش النهارده احمد بدوي، بيستلموا الميداليات التذكاريه
من السيد مندوب رئيس وادي مصطفى عبدو كابتن تيم النادي الاهلي، ويسلم على السيد اللواء اركان حرب حسن الاخرس مندوب سياده الرئيس حسني مبارك، ويتسلم كاس مصر عن موسم 84-85. وكان النادي الاهلي كسبان الكاس الثلاث مواسم اللي فاتوا، وجمهور الاهلي سعيد ان الاهلي دلوقتي بيحتفظ لثامن مره ببطوله الدوري والكاس مع بعض في تاريخ مسابقات الكاس والدوري. السنه دي واخد الدوري والكاس، ووصل في دور الثمانيه لبطوله افريقيا لانديه ابطال الكؤوس. ربيع ياسين ثلاثة، ربيع ياسين طالب بالكفاية الإنتاجية، عنده 25 سنة ربيع، وسابع ليه موسم مع الأهلي، سابع موسم ليه مع الأهلي، نقله من بني سويف وجاب ثلاث أجوال السنة دي ربيع في الدوري منتخب مصر، والحقيقة من أحسن اللاعبين اللي أدوا الموسم اللي فات. إنما الحقيقة إحنا شفنا ماتش الإسماعيلي والمقاولين في دور الثمانية، كان ماتش كبير قوي الإسماعيلي والمقاولين عملوه. وادي محمود صالح 25 سنة، محمود بكالوريوس تربية رياضية، و إيهاب الجول صورة مش واضحة لفوق مين اللي شايل الكاس بس هو اللي باين، انما انا شايف لعيبة النادي الاهلي نازلة ولعيبة النادي الاسماعيلي مستنيين عشان يطلعوا ياخدوا الميداليات الفضية.